السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو كده هادي، هنعمل فيه كذا حاجة كده بسيطة لنفسي، لاني بقالي كتير جدا عاملة بيات شتوي، ما بخرجش تقريبا من كتر ما الجو برد، على الرغم من ان الشقة اسقع من الشارع. واليومين دول زي ما انتوا شايفين كده الجو دافي وشمس بتبقى طول النهار، فقلت بما ان البيت نظيف وما عنديش اي حاجة عايزة اعملها، ما فيش غسيل، ما فيش مواعين، ما فيش اي حاجة، فاصحى الصبح كده بدري، افتح الشبابيك كالعادة واعمل كوباية القهوة وانزل بقى افطر برا، اروح النادي واخلص كام مشوار كده. فتعالوا معايا اكتبولي كده في الكومنتات يا جماعة، بما اننا لسه كنا عمالين نفتح في الستاير، مش مشكلة ازلية كانت في اول الجواز بيني وبين جوزي بسبب موضوع تفتيح الستاير ده. انا بحب اصحى الصبح منورش انوار الشقة نهائي، لا نور مطبخ ولا اي انوار خالص، مكان ما انا قاعدة ومكان ما انا واقفة احب يبقى نور ربنا كده هو اللي داخل في الشقة. فبحب اصحى اول حاجة اعملها افتح الستاير عشان اصحى انا وفوق وكده، والدنيا تتملي بقى، البيت يتملي شمس، انا بحب الشمس جدا. فما احبش اولع نور، فجوزي بقى يقعد يتخانق معايا ويزعق، الجيران الناس شايفيننا مش عارف ايه. ف فين وفين بقى لغايه ما ظبطت الموضوع ده، ان انا ايه اكون طبعا لابسه حجابي ولابسه كل حاجه قبل ما افتح الستاير، او افتح الستاره الثقيله اللي هي بتحجب الاضاءه واسيب الستاره الشيفون الخفيفه اللي هي ايه ما بتحجبش نور وكده، عشان الدنيا تبقى لذيذه يعني. تعالوا بقى نعمل كوباية القهوة بتاعتنا كده الصباحية دي، بتفوقني جدا. طبعا في ناس هتقولي غلط ما تشربيهاش على الريق، حاضر ان شاء الله بإذن الله هنبطلها انا وانتي وناهد وكلنا، بس ايه يعني مش دلوقتي، انا بكلمكم دلوقتي اصلا كوباية النسكافيه في ايدي. اول انا بعرفش اصحى افطر يا جماعة، حد عنده الازمة دي زي انا؟ بحب اصحى اشرب حاجة سخنة، ولو كلت حاجة تبقى بسكوتية او بقسماطية او حاجة زي كده وخلاص، لغاية بقى ساعتين كده ثلاثة لما ابتدي اجوع ممكن ساعتها افطر. بصوا الجو ما شاء الله تحفة، شمس شمس يعني صيف، الواحد مش حاسس ان هو في الشتاء والله غير بالليل. اليومين دول بالليل الجو بيبقى تلج جدا، وتصحي الصبح تلاقي الجو نار جدا والشمس طالعه. انصحكم قوي بقى يا جماعه بقرايه الكتاب ده، هو مش جديد، الكتاب بتاع ذا سيكريت، فعلا بيكلمكم عن الافكار بتاعتكم بتصبح وقائع، سواء بقى افكارك حلوه كويسه ايجابيه هتبقى حقيقه، او افكارك سلبيه وتشاؤميه و و و برده هتبقى حقيقه. انا بحب الكتاب ده جدا وهو معايا من ايام ما انا كنت تقريبا في ثانوي، فانصحكم بيه جدا. وطبعا لو حد عنده ترجيحات واقتراحات لكتب مفيده اكتبولي في الكومنتات. تعالوا بقى نلبس وننزل. السويتشيرت يا جماعه او الهودي هو انسب حاجه في النزول او فصل الشتاء عموما، خفيف خفيف وسريع سريع كده، ببقى نفسي بصراحة ألبسه وأقوم شد الحبلين دول وربطهم زي البطة كده من على رقبتي وخلاص بقى كده. بس يبقى شكلي عبيط قوي لو أنا ملبستش طرحة ولبست الهودي وحطيت البتاع وربطته كده، يبقى شكلي بطوطة جدا يعني. بصوا بقى يا جماعة، أنا بنزل وبحب أمشي في الطرق اللي أنا حافظاها، لا أمشي في الجنينة وأقعد أختصر من جوه كده عشان أمشي وسط الزرع وأتوه عادي مش مشكلة. اصل ايه هنا الدنيا يعني تحس ان الجناين جوه زي المتاهه كده، فلو انت ما حفظتيش بتتوهي، بس مش مهم يعني. كنت في اول ما جيت نقلت وقعدت هنا كنت بمشي على الجي بي اس عشان اروح البيت. بنسى نفسي انا وسط الجناين، انا بحب الجناين والزرع والخضره جدا يا جماعه جدا. وعايزه اقول لك بقى انه هنا الاول رحت جبت فطار من الشبراوي وهروح على النادي هفطر، وفي نفس الوقت عايزه ادخل المبنى الاداري علشان ادفع التجديد بتاع الكارنيه. تمام، ارجع بقى لموضوع الزرع. انتوا عارفين ان انا كنت كل ما بنزل امشي وسط الجناين والزرع والشجر والحاجات دي، وكريحه وكشكل وكريحه الخضره والزرع الحاجات دي، كان نفسيتي بتتحسن جدا لو انا متضايقه. اكتشفت ان الموضوع ده علمي، يعني اكتشفت الموضوع ده علميا موجود وان هو حقيقه، ان انت لما بتنزلي تبقي متضايقه وتروحي مكان فيه خضار كتير جدا او زرع كتير تتمشي فيه، نفسيتك بتتحسن بنسبه 90%. هنا بقى دخلت المبنى الاداري زي ما قلت لكم، وقفت استنى الكارنيه الجديد
كنت متأخرة في استلامه، وكنت بحاول أدور في الماكيت ده على الشارع بتاعي وفشلت الحقيقة. تهت كالعادة، أنا أكتر واحدة بتوه يا جماعة. تعالوا بقى إيه، هاخدكو هنتمشى بقى جوه شوية علشان نروح نفطر واحنا قاعدين على البول أو حمام السباحة. بصوا الجو هو شمس يعني يشجع الواحد جدا، بس اول ما يبتدي يغيم كده بعايزة اطير اروح على البيت، لان فعلا الشتاء السنة دي صعبة قوي، ومدينتي كمان الجو فيها تلج قوي قوي قوي. يلا الحمد لله. طبعا هنروح هنعمل الغدا، محضرة انا بقى في دماغي الخطة، علشان ايه انا لما ببقى مش حاطة في دماغي انا هطبخ ايه بحتاس بصراحة وبلوص، مبقاش عارفة، بقف قدام التلاجة كده او قدام افتح الفريزر واقفة، افضل واقفة قدامه لغاية ما يجيلي برد. فلو انا حاطة الخطة في دماغي خلاص مية مية. وبعدين انا روتيني في المطبخ روتين امرأة عاملة، احب جدا افرزن واشيل الحاجة تبقى جاهزة على التسوية على طول. هنا بقى ايه، قاعدة بفطر اهو، جبت كيس شيبسي وعصير مانجا ولا كأني في فصل الربيع. نروح بقى البيت، كنت حاطة هنا مواعين في الغسالة فهي خلصت، وهطلعهم بقى دلوقتي. بصوا يا جماعة، عايزة اقول لكم ان من اروع الحاجات اللي تحطوها في غسالة الاطباق هي الصواني البايركس. بصوا طالعة بتلمع ما شاء الله، بصوا فظيعة. لما بتغسليها على ايدك على الحوض لا ما بتطلعش حلوة كده، بتطلعش نظيفة وبتطلع مجيرة بصراحة. والحاجات اللي هي الستانلس في ناس بتقول انها بتجير لما بتدخل الغسالة، لا انا مش شايفة كده خالص. النوع بتاع الاطقم الستانلس بتاعي اللي هو الكركماز، وده حتى البيتشر بتاع القوامة بتاع مكنة القهوة ستانلس برضو، بحطهم في الغسالة وما شاء الله بيطلعوا حلوين جدا. ومش نوع غسالة يعني، القصة مش نوع غسالة، انت ممكن تكوني بتزودي الصابون اللي انت بتحطيه، سواء بقى بتحطي الباودر او الكبسولات، ممكن يكون انت مش مالية الغسالة كويس فبيبقى الصابون كتير فبيجير الستانلس منك. لكن غير كده الستانلس مش بيبوظ، لكن اللي المفروض بقى ما يتحطش هو السيراميك والجرانيت التيفال الحاجات دي وكده، ممكن هي تبوظ. طبعا عرفت انا هطبخ ايه، انا هعمل لازانيا بستخدم النوع بتاع دوبيلا، وكنوع من انواع السرعه جبت الباكيتات اللي هي بتاعت ماجي بتاعت البشاميل، بس كلكع مني سيكا، هنعمل طبعا مش واخدين بالنا. مين متفق معايا يا جماعه ان اللازانيا اسهل بكتير واسرع من المكرونه البشاميل اللي هي العاديه اللي احنا بنعملها بالايه، بالمكرونه البنه دي او الصغير؟ لا بتسلقي مكرونه ولا بتوسخي مواعين زياده ولا اي حاجه، ولا بتفضلي مستنيه المكرونه تتسلق، ولو سهيتي عنها شويه تتسلق زياده فلما تدخل الفرن تعجن والكلام ده، لان احنا لما بنيجي نسلق مكرونه ما بنسلقهاش 100% عشان لسه هتكمل سوا فين في الفرن. فأنا بستسهل اللازانيا بصراحة أكتر من المكرونة البشاميل العادية بتاعتنا. صدمت بقى، أنا كان عندي نص كيس لازانيا أو نص العلبة، والعلبة اللي في الوش اللي هناك دي اللي احنا هنفتحها دلوقتي دي، أنا الأول معايا هنا لحمة مفرومة، المفروض انتي بتعملي رق اللحمة وبشاميل وتحطي دور لازانيا، بس بشوف ناس بتعملها بتسلقها او تحطها في ميه دافيه، بحس ان هي مش مستاهله قوي بصراحه. بصوا انا فتحت العلبه التانيه هنا وحاولت يا جماعه اشوف اي فرق بينها وبين العلبه الاولانيه، ما لقيتش فرق، بس المكرونه دي اغمق من التانيه. انتوا خدتوا بالكم من اللون؟ يعني التانيه صفرة قوي، دي بني كده لدرجه ان انا شكيت اللي هي مثلا ممكن تبقى ايه شوفان مثلا او تبقى حاجه. فقلت يلا خليه على الله وايه وكملي يا بت يا بوسي، ما توقفيش. هنا كنت ايه حطيت بقى اللحمه المفرومه، اتعلمت الحركه دي من حماتي، بتحط دايما على المكرونه البشاميل او اللحمه المفرومه اللي بتبقى في اللازانيا او مكرونه بشاميل او اي حشوه عموما زيتون، بتطلع رهيبه جدا. اللحمه المفرومه كمان بنحط عليها صلصه او طماطم، معجون طماطم، عشان تبقى جوسي كده مع البشاميل، اللي لازم يكون خفيف مش تقيل، علشان دي الحاجه الوحيده اللي لازم تتسوى في صوصات عاليه، يبقى الصوص بتاعها كتير علشان اللازانيا تستوي كويس، فتبقى مايه مايه كده من جوه، فيبقى اللحمه مايه مايه
والبشاميل خفيف. حطينا بقى هنا ميكس الجبن من فوق، والتركية دي بقى حلوة جدا، هنغطيها بورق فويل اللي هو القصدير ده علشان ما تنشفش في الفرن، وفي نفس الوقت تستوي احسن يعني على درجة حرارة 180، هنحطها نص ساعة تمام وهنرجع لها تاني. هنا بقى انا عملت بعمل صينية بطاطس. ليه بقى ليه صينية بطاطس؟ هقول لكم، انا كان عندي صدور فراخ مستوية، وقلت بعد ما اسوي البطاطس هبقى احط فيها الفراخ من فوق كده واحطها تسخن، عشان انا لما بسوي فراخ بشيلها في الفريزر عشان تبقى كأنها لسه فريش يعني لما تيجي تطلعيها وتفكيها. ليه بقى انا عملت لازانيا وبطاطس؟ عشان انا مش ناوية اطبخ بكرة، يعني انا مش ناوية اطبخ بكرة، فقلت بقى ايه اعمل ده. هي طبعا اتلسعت مني سيكة لما انا شلت الورق الفويل، بس عادي برضو هنعمل مش واخدين بالنا. استنى اخد بقي نسكافيه. تمام. هنا بقى يا جماعة خلصنا بقى اليوم، اليوم خلص صح كده. نشرب كوباية شاي بقى، نشرب كوباية شاي في البلكونة. عايزة اقول لكم ان الجو تلج، وانا لو ما نورتش انوار العفاريت بتاعتي دي ما اعرفش اقعد، فهستنوا كمان اروح اولع النور بتاع الاباليك الفخار اللي فوق دي، هوريها لكم. استنوا. والله زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، جوزي مسميني بسمة كهارب علشان بحب اولع انوار كتير ملهاش معنى. اي بصوا بذمتكم مش شكلها حلو؟ انا حاطه فيها السهريه اللي هي الخضره دي في الاباليك دي، حاطه السهريه اللي هي الخضره، والمشرومه اللي هناك دي المشروم دي جايبها من بتبقى موجوده عند الناس اللي هم بيعملوا المشاتل، عند المشاتل بيبيعوا منها مقاسات كمان كبيره، بيبيعوا فلامينجو ووز واقف كده بس كده. ويا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا، واشوفكم في فيديو جديد، وهدخل انام. تصبحوا على خير، وباي باي.